60 فيلم عم بيشاركوا بالدورة الرابعة من مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية باف يلي عم بيصير بسينما متروبوليس صوفيا الأشرفية. أفلام عن المسرح، الرقص، الرسم، الموسيقى، العمارة، التصوير والتراث من مختلف أنحاء العالم. الافتتاح كان مع فيلم جوزيفين بيكر The Story of Awakening لإلينا نافورا، بيروي قصة الراقصة والمغنية والمناضلة بيكر وصراعها ضد العنصرية. Joséphine Baker, c'est une des figures majeures du XXe siècle dans le monde de, disons que du spectacle. C'est vraiment une icône pour l'Europe et pour le monde entier, y compris le Proche-Orient. Et en fait, souvent, elle a été un peu cataloguée, un peu mal comprise. عم بيضم المهرجان أفلام بتحكي عن أسماء كبيرة بعالم الفن مثل مصمم الرقص موريس بيجار، مثل الرسام فريدا كالو وغيرهم، ومن لبنان المخرج جورج ناصر. Le cinéma ne pardonne pas. المميز بهالمهرجان انه عم يعرض افلام خارج سوار السينما التقليدية، حيث عم بيتم عرض الافلام بالمدارس والجامعات على كل مدى شهر نوفمبر. The political economy of water and pollution and politics and economics in Lebanon, explaining why we're in the situation we're in today with the problem with the trash crisis and the water situation getting worse. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اخترنا نحكي عن معرض طرابلس ونعمل بورتريه عن المعرض فوق. الفيلم بيحكي تاريخ المعرض، كيف بلش مع أوسكار نيماير، المراحل اللي قطع فيها، كيف توقف خلال الحرب وشو صار فيه لليوم. مهرجان باف للأفلام الوثائقية الفنية عم بيقدم فسحة لكل محبي الفن على أنواعه إنهم يتابعوا أجمل الأفلام من كافة أنحاء العالم. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime dans ça. Vivienne Westwood. Vivienne Westwood. Hip-hop is definitely connected.